سلام الخاوة، قبل ما نبداو نتمنى تابوني ولا باج انستغرام تاعي ولا شان يوتيوب، ويلا نبداو. فيديو اليوم هو عن احد اجمل الجسور بمدينة قسنطينة، والذي هو جسر اشلالات. شيد هذا الجسر سنة 1928، والذي كان بمثابة روح مطحنة لافي القادمة. وقد كان لهذا الجسر سابقا مكانة سياحية ممتازة وكبيرة، وقبلة للسياح وعشاق المناظر الطبيعية لمدينة قسنطينة، مع أحد معالم قسنطينة الضائعة كمعلم حرب درب السياح ومصعد بولفار دولابي سابقا وشارع زيغود يوسف حاليا، الذي أغلق في وجه الزوار سنة 1958. ويعد جسر أشلالات من أهم المسالك التي كان يستعملها عشاق السياحة ورواد مسبح سيدي مسيد العريق. ويذكر أحد الشيوخ بأن مياه الشلال كانت نقية، وكانت تزود مطحنة لافي ومصنع العجائن الذي كان يعود تاريخه إلى بداية القرن 19، حيث تتسارع مياه وادي الرمال مشكلة شلال بارتفاع 80 مترا نحو سهل حام بوزيان في منظر بانورامي خلاب. لكن مع الأسف لم تصبح المياه صالحة بعد أن أصبح وادي الرمال كمصب لمياه الصرف الصحي ومجاري البالوعات، كما تحطم طريق درب السياح ولم يجد التفاتة من طرف السلطات المعنية منذ سنة 1958.